حظيت مساء اليوم بالاستقبال من طرف السيد رئيس الجمهورية، أنا وزملائي أعضاء مكتب المجلس الأعلى للشباب. هذا اللقاء الذي اكتسر رمزية كبيرة والذي كان فرصة لنا لنعرض بين يدي السيد رئيس الجمهورية حصيلة العمل لسنة مضت، سنة عمل فيها المجلس الأعلى للشباب على تأسيس كيانه الإداري وكيانه التنظيمي، وانطلق في تعزيز صورة هذا المجلس في الساحة الوطنية. سنة التي التقى فيها المجلس بكافة أطياف الشباب في مختلف الولايات. السيد الرئيس كان يوصي في خلال هذا اللقاء بضرورة الاعتناء بانشغالات الشباب وضرورة أخذ آراء الشباب ومقترحاتهم بعين الاعتبار، وذلك ما نعمل عليه في المجلس من خلال مختلف المناسبات التنظيمية التي يعقدها المجلس. لكن لمسنا من هذا اللقاء تلك الإرادة السياسية الصادقة التي تعول بكل صدق على هذه الطاقة النظيفة في المجتمع الجزائري وهي الشباب. ودعانا السيد الرئيس إلى ضرورة تعزيز تمرين الديمقراطية التشاركية من خلال مختلف الأنشطة التي نقوم بها والتي يجب أن نقوم بها إلى صالح هذه الفئة، إلى ضرورة التلاحم مع بعدنا الشبابي في مختلف ولايات التراب الوطني ليكون الشاب فاعلا في الديناميكية الوطنية التي تشهدها البلاد، ليكون الشاب متكفل بشغالته، متكفل بآماله، متكفل بآلامه، متكفل بطموحاته. وذلك العهد الذي قطعناه مع أنفسنا 348 عضو في المجلس الأعلى للشباب، وذلك ما نلمسه من الالتفاف الذي يعني نتلمسه يوميا من طرف الشباب. اللقاء لم يخلو كذلك من حرص السيد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل في اتجاه شباب الجالية بالتنسيق مع مختلف الفعاليات التي تعمل على رأسها مسجد باريس الكبير في فرنسا، لتنسيق الجهود لتعزيز التواصل مع جاليتنا ومع شباب الجالية. طبعا النقاش كان ثريا وكان في مختلف المجالات، لكن في المحصلة التمسنا مرة أخرى صدق الإرادة السياسية تجاه شباب الجزائر وتعويلها عليه ليكون فاعلا في بناء وطنه وفي الدفع بالديناميكية الوطنية التي تشهدها البلاد.